مرحبا بكم، معكم السيده مدام زهيه، حرفيه في الرسم والزخرفه وفنانه تشكيليه. لوحات تبعي يعني تعبر عن التراث الجزائري، يعني كتول تجسد كل التراث الجزائري، كل ما يتعلق بالتاريخ تاعنا والتقاليد تاعنا والعادات تاعنا، كما اللباس مثلا، اللباس التقليدي، النسيج الجزائري، الفخار، كل حاجه عندها علاقه بالتاريخ تاعنا بالصناعه التقليديه مجسده عبر اللوحات. كانت بداية تاعي في الحقيقة، كانت بداية تاعي هي الرسم على الحرير. ككل امرأة جزائرية تبدأ في الدار، تبدأ مع، كنت نعلم النساء الجزائريات، النساء ولا الشابات اللي يحبوا يتعلموا الحرفة كانوا يجوا عندي يتعلموا. مع الوقت كنت حابة ندير حاجة كشغل نطور في الأعمال تاعي وندير حاجة خاصة بي أنا، كشغل اتجهت إلى غرفة الصناعة التقليدية ودرت بطاقة الحرفي وبديت نخدم، بديت ندير لوحات خاصة بالتراث تاعنا. بديت نطور في الأعمال تاعي، درت حاجة بصمة خاصة بي أنا اللي هي تكنيك دو كولاج، يعني طريق كشغل مزج الألوان مع لصق القماش وليزاكسسوار. لازم الانسان يكون يحب الجزائر ويكون غيور عليها، باش الفنان يطور من الاعمال تاعو لازم يكون يحب الجزائر من قلبه. وفي الحقيقه انا الاعمال تاعي كلها كشغل مهتمه بالتراث الجزائري لاني جزائريه ونحب بلادي.